وشوشة. انا ماليش علاقه بالاداره القديمه لان انا جيت والاداره الجديده اوريدي خلاص اوريدي كانت استلمت القناه، فانا ما اعرفش بصراحه، ماليش اي تعليقات خالص او تعقبات على موضوع الاداره القديمه. يعني طبعا دكتور سعيد حساسين انا عارفه ان هو اللي كان الملك القديم للقناه، وحد برضو ليه شعبيه على فكره والناس بتحبه جدا. استاذ وليد بيتميز بحاجه، ان هو عنده الحس الفني، ان هو ممكن يعلق لك في ابسط حاجات. هو اصلا يعني حتى ما بكلم معي يقول لي انا اصلا في الاخراج ده شغله، يعني ان هو كمان يعني بيحب الصوره تبقى حلوه ومميزه، وطبعا عنده وجهه جديده خالص للقناه كل الناس هتشوفها، وهيبقى على اول السنه خريطه جديده خالص للقناه ببروجرامز جديده بناس جديده بلوك جديده، وانا متفائله جدا بقناه العاصمه الفتره اللي جايه. هو اللي انا كنت بعمله ده الاجتماعي ده طبعا ده يعتبر وومن شو، يعني الفترة الجاية إن شاء الله أكيد أنا بفكر وأكيد حابة ده جدا. حتى البرنامج اللي أنا فيه دلوقتي هو برضو يعتبر يعني حصل يعني فترة انتقالية في حياتي برضو، لأن ده جزء من شغلي. يعني أنا كنت بعمل مثلا دوت فقرة ضمن فقرات كتير قوي في برنامجي الأساسي، بس طبعا إحنا شايفين دلوقتي إن هي الوجهة الإعلامية كلها بتتغير، شكل الميديا كله بتتغير، ناس بتروح من قناة لقناة وأشكال برامج بتتغير، سياسة القنوات كلها بتتغير. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.